والمزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. يعني اليوم هو يوم السبت وهو إجازة في الناحية الأخرى من جانب قوات الاحتلال، وهي أيضا فرصة لهم لزيادة حجم العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال دائما لإدخال المساعدات الإغاثية، ولكن هذا لا يمنع من الناحية المصرية من استمرار إدخال المساعدات الإغاثية والشاحنات من مختلف أنواعها، مواد غذائية، مستلزمات طبية، أدوية، مشروبات دافئة، مواد إعاشية مثل الخيام والبطاطين والمراتب، كل هذه يدخل عبر بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. نتحدث أيضا عن استمرار لوصول القوافل الخاصة بالتحالف الوطني، وهو الأكثر مساهمة في هذه المساعدات الإغاثية، حيث تقلصت بالفعل المساعدات التي كانت تأتي من باقي دول العالم عن طريق مطار العريش الدولي، إلا أن المساعدات المصرية عن طريق التحالف الوطني لم تتوقف. القافلة السادسة خرجت منها فقط ثلاث مراحل ووصلوا بالفعل إلى العريش ورفح إلى الناحية الأخرى. نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال الأشقاء المصابين الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. المجهودات الدبلوماسية أيضا لا تتوقف من الجانب المصري، وقد صرح اليوم السيد سامح شكري وزير الخارجية أن برغم دخول كل هذه المساعدات وأن 70% من أو أكثر من 78% من هذه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي مصرية، إلا أن هذا لا يرضي حتى الآن القيادة المصرية حسب تصريحات السيد سامح شكري، وغير كافية من وجهة نظر الدولة المصرية. وأيضا صرح السيد سامح شكري عن أننا يعني كدولة مصرية واجهنا الكثير والعديد من العراقيل الإسرائيلية المختلفة لمنع دخول المساعدات، منها حتى قصف معبر رفح كما صرح من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني أو المنطقة الفاصلة من أجل منع دخول هذه المساعدات، ولكن هذا لم يمنع الدولة المصرية دائما من الاستمرار والضغط من أجل دخول هذه المساعدات، وبرغم ذلك هي ليست كافية حتى الآن. هي الصورة حتى الآن تتحدث من العريش ورفح. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.